أعلن في تونس مؤخرا عن تأسيس أول مركز للدراسات في العالم العربي والقارة الأفريقية تابعا لجامعة هارفارد الأمريكية. نتحدث اليوم مع صاحب الفكرة ومؤسس هذا المركز السيد حازم بن قاسم، الذي يعد من أول خريجي هذه الجامعة المرموقة، ويعمل حاليا مسؤولا في بنك للاستثمار هنا في لندن. أهلا بك سيد حازم. مرحبا بك. سيد حازم، لماذا تختار جامعة هارفارد المرموقة تونس لتأسيس هذا المركز؟ هل لوجود مناخ فكري متغير الآن بعد الثورة، أم لعلاقتك الشخصية بهذه الجامعة؟ حدثني عن هذه المبادرة وكيف انطلقت هذه الفكرة. والله وفاء، مثل ما تعرف في تونس في عندها تاريخ عريق في الحضارة وفي الأفكار وفي قرابة 3000 سنة، وهذه الحضارة والتاريخ هو أول ما يجذب هارفارد إلى تونس لجميع الدراسات، الدراسات التاريخية، الدراسات الفلسفية، الدراسات الإسلامية. تونس في عندها كنز من الكونتنت، بالإضافة إلى المكاتب في تونس. عندنا مكتبات في عمرها فوق المئات السنوات، اللي فيها كمان كثير سجلات ومعلومات اللي يستخدموها التلامذة من هارفارد وقت اللي يجيو. هذا من أول سبب. ثانيا، تونس من الدول القليلة اللي فعلا فيها حرية الرأي في العالم العربي وفي العالم الأفريقي. حرية الرأي وحرية التفكير وحرية النقاش، هذه من أهم الأراكن في الجامعات، في أي جامعة. ولهذا في جامعة هارفارد لقت في تونس DNA متقابل، وهذه مهمة فيها. طبعا مخزون ثقافي كبير في تونس كما ذكرت، ولكن كيف يمكن للطلبة التونسيين الاستفادة من هذا المركز في المقابل؟ أولا، المركز هو مؤسس خصيصا لتلاميذ هارفارد ليكملوا دراساتهم في تونس، فيجيوا من بوسطن إلى تونس، في اللي يجيوا في أسبوع، على 3 أسابيع، على شهر، 6 أشهر، هم والبروجرام اللي يتبعوه. لما يوصلوا تونس لدراساتهم، يكملوا دراساتهم بحوثاتهم، ويتعاملوا مع المعاهد التونسية. فإن شاء الله هذه أول لقاءات في collaborations بين هارفارد وبين المعامل والجامعات والمعاهد التونسية. فهذا أول خطوة. إن شاء الله في المستقبل المعهد يتطور ويكبر، باش يكون يسمح للتلامذة مش بس التونسيين بس كمان العرب أنه يستخدموه لتكميل دراساتهم اللي مع collaboration مع جامعة هارفارد. نعم. هل سيكون فقط الاختصاصات تعنى بشؤون تونس، أم أيضا بشؤون العالم العربي في هذه المرحلة؟ المعهد، المركز راح يكون تحت استضافة المعهد الدراسات العالم العربي في هارفارد، Center of Middle Eastern Studies، فراح يكون مفتوح لكل دراسات العالم الشرق الأوسط تونس، بالإضافة إلى كل المراكز الثانية. فإن شاء الله المعهد هذا بيكون كمقر للتلامذة في هارفارد لما يجوا من أمريكا، وبعد ما يجوا في المقر وبعدين يروحوا على مصر ولا على دول الخليج من المقر هذا. نعم. ولكن البعض يستغرب ربما من إقامة هذا المركز في تونس. تونس حاليا تشهد وضع أمني هش، ربما نعلم أن السفارة الأمريكية تعرضت إلى هجوم قبل سنوات. هل كانت هناك صعوبة ربما في إقناع المسؤولين بالقدوم إلى تونس وتأسيس هذا المركز؟ أنا أعتقد أحنا في تونس محظوظين. في قبل 6 سنوات عملنا انتفاضتنا، والحمد لله احنا في طريقنا الى الديمقراطيه التونسيه، واللي تختلف على اي ديمقراطيه ثانيه. في كل تحول سياسي في اي بلد في توتر، في ساعات توتر، احيانا في مظاهرات، احيانا في عصيان مدني، احيانا في اشياء اللي ما نحبوهاش، ولكن هذه مرحلة انتقالية طبيعية لتونس. الحمد لله في الربيع التونسي في وقت المظاهرات بس 7 توفوا، بالمقارنة مع كل الدول الثانية الحمد لله، يعني بداية حسنة.
الطبيعة التونسية طبيعة كثير هادية وكثير بتحب very international ومتفتحة على العالم. هذه من الأركان اللي حبذت هارفارد في تونس وجلبتها إلى تونس. أما بالطبيعة الديسيجن في هارفارد كانت صعبة شوية بالبداية. المشروع أخذ تقريبا 3 سنوات المعهد اللي يفتتح. ليش 3 سنوات؟ هارفارد اجت لتونس تقريبا 7 ولا 8 مرات، اكثر من الزيارات لتقييم الجو الامني في تونس. ولكن الحمد لله يعني بعد كل زياراتهم وبعد كل تقاريرهم قرروا انه الوضع الامني في تونس يسمح لفتح اول معهد لهارفارد في العالم العربي. نعم، أريد أن أسأل أيضا كيف يمكن للطلبة التونسيين الاستفادة من هذا المركز؟ أنت تحدثت عن من سيأتي من مدينة بوسطن إلى تونس للقيام بأبحاث بدراسات وما إلى ذلك. طلاب التونسيين في منحة محطوطة خصيصا للتلاميذ التونسيين اللي إن شاء الله بعد البكالوريات إذا ترشحوا تقدموا إلى هارفارد وترشحوا، المنحة هذه تدفع لهم كل مصاريفهم من التويشن إلى الروم اند بورد. واليوم في 4 تلاميذ من تونس اللي هم مستفيدين من هذه المنحة، وإن شاء الله في المستقبل الرقم يكثر من 4 إلى 40 ولا أكثر. نعم، نتمنى ذلك. أيضا تأسيس مركز كهذا في تونس لابد أنه يتطلب الكثير من الإمكانيات والموظفين، هل نحن في مرحلة التأسيس الآن أم المشروع انطلق بالفعل؟ المشروع انطلق، الفريق كامل في تونس في المعهد في منطقة اسمها لاك دو وهي في تونس في العاصمة. التلاميذ من هارفارد لما يجوا إلى تونس لدراساتهم معاهم كمان بيجوا البروفيسورز، فبيجوا كفريق كامل التلاميذ مع البروفيسورز ويكملوا دراساتهم جوينتلي في تونس. ففي كثير الاوفرلاب، يعني بيجوا بعدين كلهم بيروحوا بيرجعوا على بوسطن وبعدين بيرجعوا كذا. نعم، هل هناك ضمانات ربما بحرية التنقل بحرية التمتع بالإمكانيات في تونس من مكتبات وزارات وما إلى ذلك؟ هل ستكون هناك حرية بالفعل؟ اليوم في تونس هي كامل الحرية لأي مواطن وأي غير مواطن في التنقل وفي الاستفسار وفي دخول المكاتب وغيرها. فالحمد لله اليوم تونس في رأيي مثال من حرية القول وحرية التعبير، وهارفارد لما كل مرة يجوا لتونس بيلاحظوها وبيروها، وهذه حاجة فخر لتونس وكل تونسي. نعم، نعلم أيضا سيد حازم أن التعلم والدراسة أنت شغوف بهذه المسألة وقلت في قبل أن الدراسة قريبة على قلبك، هل هناك مشاريع أخرى من هذا القبيل؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الحق احنا في العالم العربي عدينا فوق 200 سنة ما ساعدناش في مجال الدراسة وفي مجال الريسيرش وكذا، فان شاء الله في هذه ان شاء الله بداية. انا ارى المركز هارفارد في تونس كبداية، ان شاء الله احلامي وامالي انه من هذا المعهد يتطور الى فول فليجد كامبس ويتطور الى معهد الى سنتر للريسيرش العربي في السنوات القادمه. نعم، شخص ربما ناجح مثلك يعد من الخريجين القلائل من جامعه هارفارد، بماذا تنصح الطلبه الشباب التونسي او العربي؟ والله هي حاجتين، اولا كل شيء ممكن، ما فماش مستحيل، بالخصوص احنا في تونس بلاد اللي ناقصة برشا إمكانيات، وبرشا من الطلبة والتلامذة ما يفكروش باش يخرجوا باش يقراوا في أوروبا ولا في أمريكا لأنه الكلفة قوية. أنا أول نصيحة احلموا، مثالش احلموا وإن شاء الله ربي يحلها كما نقولوا بالعربي. وثانيا ثاني نصيحة، وأنا تجربتي أنا التونسي 200% في قلبي وكل شيء، ولكن تجربتي مش بركة في العالم العربي، زادة في أمريكا وفي أوروبا. طباع الباهية في قطاع الأكاديمي في أمريكا وفي أوروبا، يريد كان نكون متفتحين أكثر في أفكارنا، متفتحين أكثر في
أفكارنا ونغزره للعالم اللي هو متقدم علينا إن شاء الله بنظرة كيف ناخذ منهم أحسن الأفكار وأحسن المزايا ونستخدموهم في بلادنا. نعم، شكرا لك السيد حازم بن ياسم، مؤسس مركز الدراسات التابع لجامعة هارفارد في تونس. شكرا جزيلا. شكرا ورفقا.